الحمام أشكال وألوان وأنواع، ده نوع وده نوع وده نوع وده برضو نوع ولون، ألوان كتيرة. وأحجام مختلفة زي كده. وهتلاقي برضو من نفس اللون أو من نفس النوع ألوان مختلفة. فلازم تكون عارف إن الحمام أنواع كتيرة جدا جدا حوالين العالم. أهم حاجة تبتدي إن أنت تتعلمها صح لو لسه جديد في الهواية دي، هو إن أنت تعرف إزاي فرد الحمام ده سليم صحيا ولا لا. ليه؟ لأن ده اللي يهمك في البداية، تعرف فرد الحمام الصحي أو اللي صحته كويسة عشان تبتدي بداية صح. خلينا نعرف مع بعض في الفيديو ده إزاي تشتري الحمام من السوق أو من مربي ويكون حمام كويس وجاهز للشغل. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اخوكم علي النبراوي من داخل مزرعه A&A. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي انت تقدر تشتري حمامه من السوق او من النت او من الكلام ده كله من غير ما تكون حمامه تعبانه او فيها مشكله لا قدر الله. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه اول مره بتشوف الفيديوهات. عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. وشكرا بجد للكومنتات الحلوة، وشكرا للناس اللي برا مصر وجوه مصر بتدعم القناة، وشكرا الأستاذ يعقوب حجي. الراجل ده طلب مني إهداء، ده الراجل ده من المغرب طلب مني إهداء بالفيديو، وبصراحة ما قدرش أتأخر عليه. أول حاجة لازم تبتدي إن أنت تبص عليها في الحمام لما انت تيجي تشتري. يعني انا رايح السوق دلوقتي رايح اشتري حمام، ببص على ايه؟ ببص طبعا على النوع اللي انا عايز اشتريه، ده اول حاجه. تكون محدد انت عايز تشتري ايه او انت عايز تربي ايه. طيب خلاص عرفت ان انا نازل اشتري جريزليات، تمام. طيب اول حاجه ببص عليها ايه؟ ببص على صحه الفرد وتقليب الفرد. كل نوع بيختلف على حسب النوع، بيختلف درجات التقليب بتاعه. يعني الجريزلي غير الحلبي غير العبسي غير الجزار غير الكلام ده كله. طيب يعني اول حاجه تحدد انت عايز تشتري ايه او عايز تربي ايه. تاني حاجه الصحه العامه. طيب اعرف منين فرد الحمام صحي ولا لا؟ طيب اول حاجه بتبص عليها هي وقفته، واقف كويس، واقف منصوب بصحه كويسه ولا لا. دي اول نقطه. تاني نقطه بتبتدي تبص على مناخيره، بتبتدي تبص على بقه. ليه؟ علشان لا قدر الله لو في كانكر، في حاجه في التنفسي مزمن، تسمع صوت الفرد. يعني تحط الفرد كده على ودنك تسمع صوت نفسه، هل في خشوره، في خشرجه، في صوت طالع مش طبيعي، ده يبين لك الفرد ده طبيعي ولا لا. طيب تاني حاجه بتقلب فرد الحمام وتبص على الزرق بتاعه او على المخرج بتاعه، بتشوف المخرج ده هل هو ملحوس، يعني في لحوسه كده، هل هو نظيف، هل هو شكله ايه بالظبط. كل ما كان نظيف كل ما كان الفرد ده صحته كويسه. صدر الفرد بتبص على الصدر، عظمه الصدر كده، تشوف هنا عمران ولا لا، تحط ايدك من تحت كده بتشوف عمران ولا لا. طيب خلينا نشوف نجيب فرد حمام نشرح عليه افضل ونرجع مع بعض تاني. خلينا نبص على فرد الحمام ده. الفرد ده انا بحبه جدا بصراحه، ده من الحمام اللي ربيته على ايدي، كبر وكان هيموت اكتر من 20 مره. طيب بنبص على التكوين العام بتاعه، الشكل العام، صحته ونشاطه، الكلام ده كله. بنبص على المخرج اللي هنا ده، بنشوف في وساخه ولا لا، في هنا وساخه ولا لا. بنشوف الصدر بتاعه، اللحم الصدر، هل هو خاسس ولا لا، طبيعي ولا لا. بنبص على النشاط العام. كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نعرف فرد الحمام التعبان من فرد الحمام السليم. طيب زائد كمان العظم بتاع الشوكه، في هنا في عند المخرج كده، عند المخرج ده بتلاقي فيه عظمتين. العظمتين دول بنتاكد من وجودهم ومن سلامتهم. طيب ان هم سلام واقفين ومنشفين شويه الى حد ما، هم العظمتين دول بتبقى رخوه شويه. طيب ايه تاني؟ في اكياس دهنيه ولا لا؟
في تورم هنا ولا لا، بنشوف في اي زيادات في الجسم ولا لا، ده كمان بيأثر على الفرد. يعني كل ما كان الفرد طبيعي كل ما كان الفرد هيعيش معاك وهيعمر معاك. بص على الفرد ده ثبت بس. يعني افضل حاجه ان انت تختار فرد الحمام صحته كويسه، بعد كده انت تربي او تشوف مربي تتعامل معاه تبتدي يكون ثقه بالنسبه لك. ليه؟ السوق هتجيب منه حاجات نواقص اللي هي الخفيفه، مش هتجيب المستويات العاليه او هتجيب من البدايات. طيب مع الوقت تبتدي ان انت تطور نفسك في اي باب انت بتربيه. طيب الحل بيكون ايه؟ بيكون ان انت يعني بتشتري من واحد بيكون مربي بيتابع معاك انت بتثق فيه، واحدة واحدة بتطلع بالمستوى. يعني انت بتبتدي قليل وبتلاقي المستويات دي موجودة في السوق، وطبعا بتلاقي مستويات حلوة في السوق بأسعار رخيصة، بس طبعا يعني الشغل بيكون مشكلة، التقليب ممكن يكون فيه غلطات انت ما كنتش واخد بالك منها. فكمربي في البداية لازم تربي الحاجة اللي انت حبيبها واللي انت فاهم فيها وتاخدها واحدة واحدة بس. اتمنى يكون الفيديو عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلنا اشعار كل فيديو جديد، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.